أنتم بخير، حصادنا لهذه الليلة. أهلا بكم. أهلا بك سيد. أهلا نهى. مشاهدي الكرام، إلى تفاصيل حصاد الليلة من أونلاين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجابتي على أسئلة المواطنين في جلسة إسرى للرئيس، أكد موقف مصر الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما ذكر بأن مصر قادت تحركا داخل مجلس الأمن لإدانة هذا الإجراء، وأشار إلى أن السلطات المصرية فتحت مؤخرا معبر رفح أمام المصابين وتعمل على وقف نزيف الدم باتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. نقل السفارة الأمريكية، احنا قلنا أن هذا الأمر هيكون ليه تداعيات، وهيكون ليه تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي، وهيؤدي إلى يعني شيء من عدم الرضا والاستقرار يمكن نتيجة هذا الإجراء. افتكروا ان احنا كان لنا تحرك في مجلس الامن لما كنا لينا مقعد غير دائم في مجلس الامن، وكان التحرك بتاعنا يعني كان فيه كتير من الدول غير راضية عنه، خاصة الدول اللي هي عملت القرار دوت، لكن احنا تحركنا في اطار المسؤولية الوطنية تجاه الامن القومي العربي وتجاه قضايا المنطقة، تحركنا فيه في حدود قدرتنا. وحطوا خط تحت حدود قدرتنا دي حاجة. الحاجة التانية احنا اللي بنعمله مع معبر رفح اللي موجود في القطاع اللي بيننا وبين القطاع، احنا فاتحينه بصفة مستمرة للتخفيف من آثار الحالة اللي بيعيش فيها القطاع. عربيات الإسعاف بتاعتنا والأدوية وكل شيء ممكن يساهم في تخفيف هذه الحالة بنعملها. بالإضافة لكده احنا على اتصالات مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني عشان يعني نزيف الدم ده يتوقف. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فقد أكد السيسي أن مصر تؤيد دائما الحل السياسي بعيدا عن الحروب والأعمال العسكرية، مشددا على وحدة أراضي سوريا حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف أن مصر تقف دائما مع الجيوش الوطنية التي تحمي البلاد من الميليشيات المسلحة. نيجي بقى للملف السوري. نحن لدينا سياسة ثابتة تجاه القضايا ديت، سياسة معلنة بنأكد فيها على ان احنا دايما مع الحل السياسي للأزمات اللي موجودة، سواء كان الكلام ده في ليبيا او سوريا او العراق او اي حتة تانية في الدنيا. الحل السياسي يعني ايه؟ بعيدا عن العمل العسكري والحروب. النقطة التانية اللي احنا بنتكلم فيها وحدة اراضي هذه الدول، حتى لا يحصل يعني حتى لا يحدث تقسيم يؤدي الى مزيد من تدهور الموقف الامني في المنطقة. الحاجة رقم ثلاثة بنقول فيها ان احنا دايما مع الجيوش الوطنية اللي هي تكون موجودة، وليس مع جماعات مسلحة او ميليشيات مسلحة. لا، الجيش الوطني ده جيش الشعب. وقال السيسي خلال اجابتي على اسئلة المواطنين في جلسة اسأل الرئيس، قال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال الآونة الأخيرة كانت ضرورية لتغيير الواقع إلى الأفضل. اللي احنا بنعمله ده هو إن شاء الله إجراءات الدولة النجيبة، الدولة اللي هي بتسعى إلى تغيير واقعها المؤلم إلى واقع أفضل. البطل في الموضوع مش متخذ القرار، البطل في الموضوع وانا ما بجاملكمش هو المصريين اللي هم بيكلموني دلوقتي بيقولوا لي احنا تعبانين، بس احنا لو ما كناش عملنا كده كنا هنتعب اكتر. احنا ظروفنا ضيقه، ولو ما كناش عملنا كده كانت ظروفنا هتبقى اضيق من كده. وأضاف السيسي أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة أثبتت للعالم مدى مصداقية مصر في تحسين اقتصادها، كما جنبت البلاد الوقوع في كثير من الأزمات. كان لو احنا ما نفذناش البرنامج ده اللي احنا حطيناه كان هيدينا الشرايح بتاعت يدينا. طيب السندات لما انتم بتطرحوا شراء سندات يعني للبنوك الأجنبية، البنوك اللي في الخارج كانت هتشتري؟ طب هتشتري بأني فايدة؟ احنا الفايدة متغيرة بالناقص لصالحنا نتيجة التحسن
في مواقفنا الاقتصادية. يعني عايز أقول إيه، لو كنا هنقدر ناخد مصداقيتنا أمام العالم مش هتتحقق، حجم التحديات هتزيد بشكل كبير جدا جدا، حجم البطالة تزيد بشكل كبير جدا جدا، وبعدين حجم المشكلة يتراكم. وفي موضع آخر في حديثه أشار الرئيس إلى أن مصر تنفق تريليون دولار في العام، وما يقل كثيرا عن الإمكانيات المادية المتاحة، ما يحمل ميزانية الدولة أعباء كبيرة. مصر بلد فيها 100 مليون، تصرف بمتوسطات متواضعة جدا، زي ما قلت مرة قبل كده، تريليون دولار في السنة. طب احنا داخلنا تريليون دولار في السنة؟ لا. طب نص تريليون؟ لا. احنا داخلنا يدوبك لو كان بنكمله بالسلف تريليون جنيه، وساعة لما عملنا موازنة تريليون واربعة من عشرة مش كده، قلنا احنا محدش زينا، ده رقم متواضع جدا. كما أكد السيسي أن كبرياء وكرامة المصري تجعله يتحمل الإجراءات التصحيحية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حتى يتم علاجه من الحالة المتردية التي يعاني منها. أنتم الأمل، ولو إحنا يعني والمصري عنده كرامة وعنده كبرياء وعنده عزة، والله لو نموت من الجوع ولا نفضل في حالنا المترددات يعني أبدا. لازم نكسر الفقر اللي احنا فيه، والضعف اللي احنا فيه، والتراجع اللي احنا فيه، وبكرة تشوف. هذا وقد شارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الخامس للشباب التي جاءت بعنوان رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري. وأكد الرئيس في مداخلة له خلال الجلسة على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة في ظل التحديات الراهنة. تحت عنوان رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري، سلط المؤتمر الدوري الخامس للشباب والذي انعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على التحديات التي تواجهها مصر داخليا وخارجيا. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حظى بمشاركة شبابية كبيرة، حيث قدم مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي عرضا عن تاريخ الحياة السياسية في مصر ودور الأحزاب والبرلمان، وكذلك تحليلا للانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما استعرضوا بعض البيانات الرقمية عن الاستحقاقات الديمقراطية التي جرت في مصر منذ العام 2005 وحتى 2018. كما شهدت الجلسة حلقة نقاشية مع عدد من أعضاء مجلس النواب والمتخصصين وشباب الأحزاب السياسية، والذين أشادوا بالتواصل المستمر للقيادة السياسية مع الشباب. من جهته أكد الرئيس السيسي ضرورة إعداد كوادر مؤهلة في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك تعزيزا لرؤية الدولة في النهوض بمستقبل شبابها. فلازم نجهز، إذا كنا بنحب بلدنا وخايفين عليها، لازم نجهز كوادر قادرة على قيادة الدولة دي في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية. السيسي أكد في كلمته أيضا أن لجنة العفو الرئاسي ماضية في عملها بمراجعة موقف جميع الشباب المحبوسين، موجها وزير الداخلية بسرعة الإفراج عن الدفعة الجديدة من الشباب. احنا من وقعنا على المجموعة اللي انتوا قدمتوها حوالي 330 كده، وأرجو من السيد وزير الداخلية فأرجو ان السيد وزير الداخلية الشباب دول يكونوا موجودين بيتسحروا النهاردة في البيت. يعني تعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية هدف وضعته الدولة من خلال دعمها المستمر لعقد مؤتمرات الشباب بشكل دوري لمناقشة التحديات الحالية ورسم خريطة المستقبل. في ثاني جلسات المؤتمر الوطني الدوري للشباب والتي حملت عنوان رؤية شبابية لمصر للسنوات الأربع المقبلة، تطرق المتحدثون إلى عدة موضوعات، من بينها وضع الاقتصاد المصري وفرص النهوض به والتحديات التي تواجهه، إضافة لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. خطط طموحة ورؤى بناءة للنهوض بمصر ومساعدتها على مواجهة التحديات الراهنة.
هكذا قدم المشاركون في جلسة رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة مقترحاتهم ضمن فعاليات المؤتمر الخامس الشباب. الجلسة التي حضرها الرئيس السيسي شهدت عرضا لفيلم تسجيلي قصير بعنوان هنكمل الحكاية، تناول خطط مصر للنهوض بالاقتصاد وأهم المشروعات التي نفذت خلال الأربع سنوات الماضية. المشاركون في الجلسة أكدوا أن مؤشرات الوضع الاقتصادي في مصر تشير إلى تقدم ملموس وزيادة متوقعة ستشهدها مصر في حجم التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، ما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. ونوه المشاركون إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق النمو المنشود. وخلال كلمته بالجلسة قال رئيس السيسي إن معدل النمو في مصر وصل خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 5.4%، مؤكدا أن المواطنين لن يشعروا بمعدلات النمو في ظل الزيادة السكانية الحالية. معدل النمو لن يستطيع الناس أن هم يحسوا بهذا بتأثيره الإيجابي إلا إذا كان معدل النمو السكاني مناسب. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء أشار السيسي بأنه شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مضيفا بأن تحديث وتطوير شبكات نقل الكهرباء يكلف الدولة مبالغ كبيرة. عشان المواطن اللي بيجي له الكهرباء دون المستوى مش هتتصلح بالإنتاج، هتتصلح باللي احنا بنتكلم عليه ده. طب ده محتاج 40-50 مليار جنيه. طب ازاي؟ كل ما الدول بتتقدم تكلفة التقدم بتزيد على الدول. وفيما خص ارتفاع تذاكر أسعار المترو فقد أشار الرئيس إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على الخسائر التي مني بها، وأن الخط الأول كان يحتاج إلى 30 مليار جنيه للصيانة حتى لا يخرج من الخدمة. وزير نقل من سنة وشوية كده قال لي خط حلوان هيطلع من الخدمة. هيطلع منين؟ من الخدمة. ليه؟ قال لي محتاجين صيانته، لأنه هو كان أول خط عملناه وبالتالي احنا محتاجين نرفع كفاءته. طيب بكام؟ 30 مليار جنيه. السيسي شدد أيضا على ضرورة تكاتف المصريين جميعا واتحادهم يدا واحدة حتى يتمكنوا من بناء دولتهم القوية. يا البلد تبقى بلد ونقوم ونوقف على رجلنا مظبوط، وده أمر مش بسيط، ده أمر محتاج كلنا نبقى فاهمين احنا مين وظروفنا ايه ومحتاجين نعمل ايه ونستحمل اللي هنعمله. ده خطة اتعملت بقالها النهاردة 4 سنين في القطاعات كلها. شباب طموح وقيادة وطنية واعية هي معادلة نتاجها حتما اقتصاد قوي ودولة قادرة على مواجهة التحديات مهما تعاظم حجمها. أعلنت الداخلية الإفراج عن أكثر من 330 سجينا في قضايا تظاهر بعفو رئاسي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. أكثر من 300 من الشباب المحبوس على ذمة قضايا تظاهر تم الإفراج عنهم من السجون على مستوى الجمهورية بقرار رئاسي، منهم أكثر من 100 هنا بمنطقة سجون ترى، أسماء اقترحتها لجنة العفو الرئاسي المنبثقة عن مؤتمر الشباب، وتم دراستها لتنفذ مصلحة السجون القرار الرئاسي، ويتم الإفراج عنهم ليقضوا أول أيام رمضان في أحضان ذويهم كما وعد رئيس الجمهورية. الحمد لله يعني اليوم افرجوا عنا النهارده وبمناسبه كمان شهر رمضان يعني دخلوا حتى على اهلنا الفرحه. الحمد لله طبعا ان احنا هنقضي اول يوم في رمضان مع اهالينا. بوصل رساله للشباب ان محدش يدي دماغه لاي حد، ديننا دين سمح. في ظل القياده اللي حضرتك شايفها والاهتمام بالشباب وفخامه الرئيس السيسي اللي هو كل مؤتمرات الشباب ينصح بالشباب تغير فكرها ولا اخره، فانا كنت متوقع ان شاء الله ان إن شاء الله. هؤلاء الشباب يمثلون الدفعة الرابعة التي يتم الإفراج عنها بقرار رئاسي، وهو ما مثل لهم بداية انطلاقة وحياة جديدة سيعيدون خلالها ترتيب أوراقهم في ظل اهتمام الدولة بالشباب. القوائم اللي خرجت قبل كده الرسائل كلها اللي كانت بتيجي منها تطمينيه، يعني ان في تواصل مع الناس اللي خرجت ولو في عندهم اي مشاكل او كده بيتم حلها رجوع للشغل او الدراسه او كده. فطبعا دي حاجه كويسه جدا يبقى في اهتمام بالامر دوت، مش مجرد ان هو يخرج وخلاص وكده، لا يبقى في اهتمام برضه ان هو يندمج بعد كده بشكل طبيعي في ما يبقاش في عراقيل يعني تعوقه بقى وان هو يستأنف حياته. يعني الحمد لله ان انا يعني صححت اوضاعي، الحمد لله ان ربنا كرمني وعرفت الصح من الغلط، وبحب بنصح كل الشباب اللي في سن ان هو يشوف شغله ويشوف اللي وراه والالتزامات اللي وراه عشان الشباب هم اللي هينهضوا بالبلد ديت. وبحب اقول لكل شاب ان هو يشتغل بجد عشان خاطر البلد دي. الواحد كانه مولود لسه من جديد، يعني فرحه طبعا، يعني فرحه جامده جدا لي انا واهلي
يعني حاجه لسه اكن مولود طبعا من جديد خالص. دايما احنا بنرفض اي شيء يمس بلدنا مصر، لان احنا دايما عايزين مصر في ابهى صوره. والله انا احساس ميلاد جديد ودنيا جديده، وكان فعلا انا تاريخ ميلادي النهارده 16/5، يعني تاريخ ميلادي القديم ده انا نسيته خالص. يعني النهارده انا اتولدت 16/5. اجتازوا اسوار السجن متنسمين هواء الحريه من جديد بعد درس استوعبوه جيدا، واهالي اشتاقوا كثيرا لهذه اللحظه التي يرتمي ابنائهم في احضانهم من جديد. انها افضل هديه لهم في شهر رمضان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله. وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أيضا 4 أفراد آخرين لهم صلة بالجماعة. وفي سياق آخر، أدرجت السعودية ودول خليجية أخرى 10 من قيادة جماعة حزب الله اللبنانية على قوائمها للإرهاب، مع تجميد جميع ممتلكاتهم والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة. وأكدت السعودية على مواصلة عملها مع حلفائها لاستهداف تمويل الإرهاب والعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران على الاستقرار في المنطقة. للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أهلا بك دكتور نبيل على أونلايف. إذن عقوبات اقتصادية على حزب الله بالشراكة مع دول خارجية، أمريكا مع دول خليجية، كيف تقرأ التوقيت والدلالة؟ أولا كل سنة والجميع طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان، عاد الله على الكل بالخير والرحمة والمحبة. بالنسبة للموقف فيما يختص بعقوبات أمريكا على حزب الله، هو محاولة لإحتواء إيران في يعني من منطلق إقليمي. نعم، دونالد ترامب يخاصم إيران، يعادي إيران، يخرج من الاتفاق النووي، لكنه لن يشن حرب على إيران كما فعل بوش الابن وبوش الأب ضد العراق. فالقضية هي قضية كونتينمنت، محصرة، احتواء لإيران. ولو تم تطبيق هذا الاحتواء في محتوى إقليمي زي في العراق أو في اليمن أو في لبنان، هو أمر هيعتبره ترامب مكسب، وفي نفس الوقت هيقدر يحصل على تأييد أعضاء من الديمقراطيين بحكم تأييد الديمقراطيين التاريخ الإسرائيل. فهو بيكسب من الناحية الخارجية ومن أيضا ناحية السياسة المحلية الأمريكية. نعم، كيف نتوقع برأيك ردود أفعال إيران وحزب الله على هذه القرارات؟ هو طبعا بحكم تكوينه الطائفي السياسي هنشوف رد فعل حزب الله على تلك العقوبات، إذا كان يريد إطالة مثلا أو إقامة نوع من الأزمات السياسية في لبنان. يعني لبنان قعد لفترة طويلة لا من غير رئيس، لا من غير برلمان منتخب، لحتى من غير حكومة تسير شؤون البلاد. فالأمر هيكون في المحتوى الداخلي الإيراني، للأسف المحتوى الداخلي اللبناني. هل سيعمل حزب الله على أن يكون قوة تعطل قيام حكومة أو يعاند قوة سياسية أخرى؟ أنا شخصيا بأرى أن هناك، على الرغم من أن بعض الموارنة يتعاطفون مع حزب الله، المشهد السياسي الحالي في لبنان، وهذا يخص طبعا حزب الله، هو ان المسيحيين بجميع طوائفهم بيتقربوا من المسلمين السنه، وبالتالي بيخلقوا كتله سياسيه تحايد حزب الله. الدروز مش هيكون عامل كبير قوي، فاعتقد ان حزب الله عليه ان يدرس يعني استراتيجياته. هل هو يستطيع ان يدخل في خصومه طويلة مع طوائف لبنانية في ظل العقوبات الأمريكية، أم سيسعى إلى نوع من المصالحة وإدارة شؤون البلاد، خصوصا بعد حصوله على مقاعد في الانتخابات البرلمانية؟ لكن دكتور نبيل، يعني هي بشكل أو بآخر لبنان الآن في مرحلة حساسة بعد انتخابات النيابية وبداية الحديث عن تشكيلة الحكومة، وبالتالي يأتي هذا القرار، هل سيعرقل من مساعي تشكيل الحكومة برأيك في لبنان؟ ممكن، ده احتمال، يعني الواحد ما يكونش متفائل لدرجه كبيره، لكن في نفس الوقت ممكن تكون هناك عوامل بطبع الطائفيه والحسابات الاقليميه جانبا، وتعمل على اعلاء مصالح اللبنانيين اولا،
فزي ما قلت هو الامر متروك لحزب الله وحسابات، هل يريدون تعطيل اقامه حكومه ام المشاركه في اقامه حكومه؟ طيب. لكن طبعا امريكا هتراقب المشهد. وقع هذا الخبر على حزب الله، على معنوياته ونفسية حزب الله، أيضا المشاكل التي يمكن أن يقابلها حزب الله من وراء إدراجه على قائمة الإرهاب خاصة حسن نصر الله، يعني كيف لنا أن نتوقع يعني هذه المشاكل؟ هو طبعا حينفوا الاتهامات الموجهه ليهم، وبعدين لانها يعني ميليشيا وليها طابع طائفي هيعتمدوا على قدراتهم المحليه، زياده مثلا جمع التبرعات، زياده مثلا الحاجات الخاصه بالشؤون الخاصه بالطائفه الشيعيه، فهيبقى في نوع من يعني التضامن الاجتماعي الداخلي داخل صفوف الشيعه لتعويض اي خسائر اقتصاديه او ماليه تسفر عنها تلك العقوبات. لكن هل دخلنا مرحله جديده، منعطفا جديد من التعامل مع ايران، مع حزب الله في المنطقه بهذا القرار الامريكي بمشاركه دول خليجيه دكتور؟ نعم الى حد كبير هذا صحيح، يعني ترامب يعادي ايران، يخرج من النووي الايراني، بيراقب سلوك ايران في اليمن، في العراق، في لبنان، فهيجدد الخصومه بطرق مختلفه. هو طبعا هيراقب سلوك حزب الله والميليشيات المواليه لايران في سوريا، لكن عشان يعمل كده لازم يستعين بروسيا نظرا لوجود قوات روسيه بحجم مكثف في داخل الاراضي السوريه. نعم دكتور نبيل ميخائيل، استاذ العلوم السياسيه بجامعه جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك. حصادنا مستمر. نعم ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، عودة إلى حصاد الليلة الإخباري من أونلايف. نجدد التحية على حضراتكم. قال المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا ستيفان دي ميستورا، قال إن الأمم المتحدة تخشى المزيد من التصعيد في سوريا، وإنها بصدد تقييم عدد من المقترحات في إطار الحل السياسي. وأضاف دي ميستورا خلال جلسة في مجلس الأمن حول سوريا أن أي تصعيد في إدلب أو درعا لا يجعل فقط المدنيين السوريين في خطر، ولكن المجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة تقوم بدراسة عدد من الخيارات من أجل تحديث العملية السياسية في جنيف. على الصعيد الميداني، أعلن الجيش السوري في بيان نجحه في استعادة الأمن والاستقرار لنحو 65 قرية بريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي بعد طرد المسلحين من تلك القرى. قواتنا المسلحة الباسلة وبالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة تكمل تطهير 1200 كيلومتر مربع من ريفي حمص الشمالي وحمال جنوبي، وتعيد الأمن والأمان إلى 65 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة التي أرغمت على الخروج من المنطقة بعد تسليم كل ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة. إلى ذلك تمكنت قوات الجيش السوري من استعادة كامل محافظة حمص بعد خروج آخر دفعة من الجماعات المسلحة، في وقت أعلنت فيه روسيا عن إعادة نشر قواتها البحرية أمام سواحل سوريا بالبحر المتوسط. مع خروج آخر مسلح المعارضة من مدينة الرستن وبلدة تلبيسة، أعادت محافظة حمص السورية إلى سيطرة الحكومة في دمشق، لينتهي تواجد الفصائل المعارضة في حمص وريفها للمرة الأولى منذ أواخر العام 2011، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية النظام السوري في التهام مناطق نفوذ معارضيه قضمة قضمة من خلال خطوات صغيرة ولكنها مؤثرة. هذا المكسب الجديد لدمشق تزامن معه إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السفن البحرية الروسية المجهزة بصواريخ كروز وصواريخ كاليبر المجنحة ستقوم بدوريات قبالة سواحل سوريا في البحر المتوسط للتصدي لما وصفه بالتهديد الإرهابي، خاصة وأن روسيا لديها بالفعل قاعدة بحرية دائمة في طرطوس على الساحل وقاعدة جوية في حميميم. ويعد توقيت القرار الروسي دقيقا للغاية، إذ أنه يجيء بعد فترة وجيزة من القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني للأراضي السورية، على خلفية الادعاءات بشن النظام هجمات بأسلحة كيميائية على مناطق تواجد المعارضة، وعقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لموسكو والتي تلت بدورها مجموعات من الهجمات الإسرائيلية
التي قالت تل أبيب إنها استهدفت بها مواقع تواجد قوات إيرانية، وهو ما يؤكد إصرار روسيا على تثبيت أقدامها في منطقة الشرق الأوسط منذ تدخلها عسكريا في سوريا قبل نحو 3 أعوام لتقلب موازين الحرب الأهلية لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد. في العراق أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن مسلحين يحاصرون عدة مراكز تصويت وبداخلها موظفون في مدينة كركوك شمال البلاد من أجل تغيير نتائج الانتخابات. ويأتي هذا فيما يزور العراق القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم السليماني من أجل بحث مستقبل تشكيل حكومة عراقية جديدة ترضي طهران، وذلك بعد خسارة حلفائها وفوز تحالف ثائرون برئاسة مقتدى الصدر المناهض للوجود الإيراني بالعراق. كلا كلا أمريكا وطنيا ثائرا جاء من الصفوف الخلفية ليتصدر المشهد السياسي العراقي خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يصبح الورقة الرابحة في انتخابات 2018. إنه مقتدى الصدر الذي ثار ضد الوجود الأمريكي في العراق بعد 2003 ونادى بالدولة الوطنية بعيدا عن الوصايا الإيرانية وحارب بالتظاهرات الفساد المستشرة في بلاد الرافدين ومد جذور العراق العربية مع السعودية وحاول خلع عباءة الدين عن العراق بتحالفه الانتخابي مع الشيوعيين في الانتخابات الأخيرة. سيد مقتدى الأمل الوحيد للعراق، كل احنا امتانين السيد شوكت يعني هو يسوي لنا الحل، ماكو غيره يسوي حل، لأن هو يخاف الله ويحب الشعب وهو الوحيد العراقي. كان همه العراق، فمنحه العراقيون أصواتهم ليشكل مفاجأة أربكت حسابات الخصوم. فذهب قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني قاسم السليماني إلى بغداد يجري محادثات مع ساستها لتشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بموافقة طهران تكون أذرعها قائمتي الفتح برئاسة هادي العمري ودولة القانون برئاسة نور الملكي، بينما رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي حل تحالفه في ترتيب متدني بالانتخابات يحاول التشبث بالمقعد الذي قد يفارقه قريبا عبر التهديد بإعادة فرز الأصوات من جديد إذا ثبت خلل في التصويت الإلكتروني بعد شكوى من ذلك في إقليم كركوك. أما لا سمح الله إذا طلع ماكو تطابق وأكو خلل كبير ننتقل إلى مرحلة ثانية، ومرحلة قد عدوا فرز يدوي لنسبة أكبر من الصناديق. ووسط صراعات السياسيين كشفت المفوضية العليا للانتخابات تعرضها لضغوط لتغيير النتائج وصلت إلى التهديد بالقتل، لافتة إلى عدم رضوخها لذلك وأن تأخر إعلان النتائج النهائية يعود إلى محاصرة مسلحين لعدة مراكز تصويت في مدينة كركوك. والآن لدينا موظفين هم بحكم الرهائن في مركز انتخابات كركوك، نهيب بالأجهزة الأمنية أن تقوم بواجبها بحفظ حياة موظفي المفوضية. وبين شعب يطمح للتغيير وتكتلات سياسية تسعى للبحث عن مصالحها حتى وإن تحالفت مع قوى خارجية، يظل الصدر الصوت القوي وصاحب برنامج الدولة الوطنية المنادي بمحاربة الفساد في البلاد أمل العراق لإنهاء المحاصصة الحزبية والعبور فوق الطائفية. افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا لينهي بذلك العزلة التي فرضتها العقوبات الغربية على شبه الجزيرة عقب استفتاء 2014. خلف مقود شاحنة افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسندار الروسيتين جنوب غربي البلاد بطول 19 كيلومتر فوق مضيق كيرتش بين بحري أزوف الأسود. ذلك الجسر الجديد الذي سيحد من عزلة شبه الجزيرة بعد 4 سنوات على ضمها من أوكرانيا. وكشف بوتين عن أن قرابة 10,000 مهندس وعامل وفني شاركوا في المشروع الذي سيخدم تنمية شبه الجزيرة التي عادت إلى روسيا بموجب استفتاء شعبي في العام 2014. كان الناس في لحظات كثيرة من التاريخ وحتى في أيام القيصر يحلمون ببناء هذا الجسر، قاموا بمحاولات جديدة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، وأخيرا بفضل عملكم وموهبتكم تحقق هذا المشروع، هذه المعجزة. نقل البضائع من الجزء القاري لروسيا إلى القرم كان يجرى سابقا بواسطة السفن والعبارات عبر مضيق كيرتش، ما يستغرق مددا تتراوح بين عدة ساعات إلى بضعة أيام في حال كان الطقس سيئا.
أما الآن فبمقدور الشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى القرم عبر الجسر خلال 20 دقيقة. مشروع الجسر الجديد يتضمن أيضا ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية عند الانتهاء من القسم المخصص للقطارات في عام 2019. ذلك البناء الضخم الذي تم إنجازه قبل موعده المقرر بستة أشهر يمثل انتصارا جيوسياسيا وإنجازا حقيقيا للفكر الهندسي لتنهي موسكو بذلك العزلة التي أرادتها السلطات الأوكرانية للقرم بعد عقوبات غربية طالت شبه الجزيرة عقب استفتاء عام 2014 والذي أسفر عن تأييد أكثر من 96% من سكان القرم الانضمام إلى روسيا. تطوير الآليات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة هو ما خلصت إليه مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع التساعي الثاني الذي عقد في أديس أبابا. المزيد في هذا التقرير. عقب اجتماع استمر لمدة 12 ساعة من المفاوضات وقع ممثل مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري والذي ينص على عقد قمة ثلاثية دورية كل 6 أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث بالإضافة إلى إنشاء صندوق مشترك للبنية التحتية وإنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة تناقش سبل تعزيز مستوى التعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة. وبناء على توجيهات رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان عقد الاجتماع التساعي الثاني على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث وذلك في 15 من شهر مايو الجاري في أديس أبابا بإثيوبيا. وزراء الدول المشاركة أكدوا التزامهم باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة والذي وقع في شهر مارس من عام 2015 في الخرطوم. اتسمت هذه الجولة من المفاوضات بالشفافية بالانفتاح بالتناول بإسهاب وبتفاصيل لموضوعات لها حساسيتها ولها أهميتها للشعوب الثلاث وتم التداول بروح إيجابية روح تتسم بالأخاء روح تتسم بالرغبة للتوصل إلى حلول جذرية لموضوعات ظلت معنا لفترة طويلة في حالة من الجمود. ومن أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء انتهى الاجتماع التساعي إلى إلزام الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية بموافاة المكتب الاستشاري بالتقرير الاستهلالي والذي يتضمن جميع الاستفسارات والملاحظات حول مشروع التقرير. وقررت مصر والسودان وإثيوبيا مناقشة وتطوير الآليات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمصنف للموارد المائية المشتركة واتخاذ جميع الإجراءات التي تلزم الأطراف المعنية بعدم وقوع ضرر على الحصة المائية لأي دولة من الدول الثلاث. نجح مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى مخرجات إيجابية من شأنها خدمة مصالحهم المائية المشتركة وهو دليل على تقارب الرؤى بين الدول الثلاث حول هذه القضية. حصاد الليلة من أونلاين ما زال مستمرا. مستمرون معكم لكن بعد قليل. نجدد التحية على حضراتكم. أهلا بكم. قال المتحدث باسم الدول العربية أو جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي قال إن التحركات العربية خاصة الجامعة العربية قد حالت دون سير عدد من الدول على خطى واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس المحتلة. وقد أوضح عفيفي أنه نتيجة لهذه الجهود خاصة تحركات الأمين العام للجامعة في المحافل الدولية قد أثمرت عن إفشال ترشح دولة الاحتلال لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن قرارا عربيا سيتم اتخاذه غدا سيضع ضمانات لتضافر التحركات العربية مع الأطراف الدولية المؤثرة والتي تساند الحق الفلسطيني. كما ثمن الوزير المفوض دعم السلطات المصرية للجانب الفلسطيني وفتح معبر رفح وعلاج المصابين في مظاهرات العودة الكبرى بالمستشفيات. استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفراءها لدى كل من رومانيا والتشيك وهنغاريا والنمسا للتشاور معهم على إثر مشاركة الدول الأربع في مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة مشددة على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ عام 1967 بحسب المقررات الدولية والتي منعت الدول من نقل سفاراتها إليها.
هذا وقد افتتحت غواتيمالا رسميا سفارتها في القدس بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة. وقد حضر رئيس غواتيمالا جيما موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراسم هذا الافتتاح. إلى هذا، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس. كما تعقد الجامعة غدا اجتماعا آخر على مستوى وزراء الخارجية بطلب من السعودية لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية. ومن جانبه، أدان مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح مشاركة بعض الدول في مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هناك دول شاركت في حفل افتتاح أو تدشين السفارة الأمريكية في القدس. هذه المشاركة بالنسبة لنا في دولة فلسطين، وكما يعني أيضا عبر عنها الأشقاء العرب، هي مشاركة مدانة ومشاركة مرفوضة. من جانبنا سوف نتابعها بشكل دبلوماسي بالاتصال المباشر مع هذه الدول، لأنها قد لا تنطوي هذه المشاركة على دعم مطلق لهذه الخطوة الأمريكية. ومن خلال هذا التواصل والاتصال المباشر سوف أو نأمل أو نريد أن نحدث تغييرا في مواقف هذه الدول التي شاركت في حفل الافتتاح. قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إن القوات الليبية تشن هجمات على مدينة ذرنة لحصار الإرهابيين ومنع الإمدادات عنهم والحيلولة دون القيام بعمليات إرهابية بسيارات مفخخة. وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن العملية العسكرية للجيش الليبي والتي بدأت منذ أيام في ذرنة حققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تقدمت باتجاه مدينة ذرنة واستطاعت دخولها من عدة محاور. وثمن المتحدث باسم الجيش الليبي الجهود التي تبذلها قوات الجيش الليبي لحماية المدنيين من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مدينة ذرنة والتي تتبع جماعة طالبان. ولفت المسماري إلى أن هذه الجهود تهدف إلى بسط سيطرة الجيش الليبي على هذه الأراضي. اليوم نبشركم، قواتكم أصبحت ملتحمة معكم على مشارف مدينتكم، وهناك بعض الأفواج من هذه القوات دخلت بالفعل إلى تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية. لازال التقدم الناجح تحت قيادة غرف العمليات يسير بشكل جيد، لازلنا نتقدم بشكل يضمن التفوق ويضمن الثبات في الانتصارات ويثبت الإنجازات على الأرض. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تستسلم للضغوط الأمريكية، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. كما أشار روحاني إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب توقع أن تنسحب طهران من الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن، لكن طهران رفضت أن تنساق وراء هذا المخطط. اعتبرت إيران العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على محافظ المصرف المركزي الإيراني تصرفا عدائيا وغير حكيم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن العقوبات الجديدة محاولة للضغط على دول أخرى عارضت قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وذكر قاسمي أن السياسات الأمريكية التي وصفها بالمسمومة جعلت الإيرانيين أكثر تصميما وصبرا من أي وقت مضى لمواجهة الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مباحثات مع قادة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي وصفها بالجيدة. وقال ظريف في تصريحات صحفية في ختام جولته الدبلوماسية إن لقاءاته مع قادة الاتحاد بعثت برسالة سياسية قوية ينبغي تحويلها إلى أفعال بحسب تعبيره. وقد شملت جولة الظريف التي سعت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني عقب انسحاب الولايات المتحدة منه كل من بكين وموسكو وبروكسل. أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أنه من الصواب الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني في الوقت الحالي، مشددة في كلمة لها أمام البرلمان الألماني على أن العلاقات عبر الأطلسي مهمة رغم الخلاف حول إيران.
لقد تفاوضنا لأكثر من عقد من الزمن للوصول إلى الاتفاق النووي الإيراني، وما زالت إيران ملتزمة بالاتفاق وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولهذا السبب فإننا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نعتقد أن إلغاء الاتفاق ليس من الصواب في الوضع الحالي. رغم كل الخلافات بيننا هذه الأيام، لا تزال العلاقات عبر الأطلسي مهمة. هذه العلاقات ينبغي أن تصمد أمام الاختلاف في الرأي، ولا سيما ما نشهده هذه الأيام في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. رفض البرلمان الاسكتلندي رسميا مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تتسبب في أزمة دستورية، حيث صوت نواب البرلمان ب 93 صوتا مقابل 30 لصالح عدم الموافقة التشريعية على مشروع القانون والذي يناقشه حاليا البرلمان في لندن. وكان مسؤولون اسكتلنديون قد اتهموا رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالسيطرة على السلطة. أعربت الصين عفواً عن أملها في انعقاد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في موعدها المحدد بعد تهديد الأخيرة بالانسحاب منها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي أن بكين تأمل بأن تتم الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين بشكل سلس وأن تحقق مزيداً من النتائج. وهددت بيونغ يانغ في وقت سابق بانسحاب زعيمها من القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي يونيو المقبل في حال ضغطت عليها واشنطن للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي الجانب. إذا وقد أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا يزال لديها أمل بانعقاد القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت في تصريحات تلفزيونية إن بلادها ستواصل تحركاتها من أجل عقد القمة، لافتة إلى أن واشنطن تدرك حقيقة أن المفاوضات قد تكون صعبة. جاء ذلك بعد أن هددت بيونغ يانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي. كما انتقد نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي جوان تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن تطبيق النموذج الليبي لجعل كوريا الشمالية خالية من الأسلحة النووية. وفي وقت سابق ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ علقت محادثات رفيعة مع سيول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية ماكس دا تاندر. ومن جانبها قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن قرار كوريا الشمالية من جانب واحد بتعليق اجتماع على مستوى وزاري بين البلدين يدعو للأسف. وأشارت إلى أنه سيتم إرسال بيان رسمي لبيونغ يانغ، حيث يأتي تعليق بيونغ يانغ لهذه المحادثات اعتراضا على التدريبات الجوية السنوية بين سيول وواشنطن التي تحمل اسم ماكس ساندر. قتل 4 مسلحين برصاص الأمن الإندونيسي بعد هجوم على مركز للشرطة شمال غرب البلاد. وأوضحت الشرطة أن المهاجمين اقتحموا بشاحنة صغيرة مركزا للشرطة في جزيرة سومطرة وقتلوا رجل أمن. يأتي هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في أعقاب سلسلة من العمليات الانتحارية تشهدها إندونيسيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI فتحا تحقيقا في قضية شركة كامبريدج أناليتيكا على خلفية تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك. ولفتت هذه التقارير إلى أن الجهتين استجوبتا شهودا محتملين في القضية عن كيفية حصول الشركة على بيانات لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي موقع فيسبوك واستغلالها لصالح حملة الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية. يشار إلى أن شركة كامبريدج أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستغلق أبوابها وستعلن إفلاسها في بريطانيا والولايات المتحدة على خلفية هذه القضية. تشهد مدينة غزنة جنوب العاصمة كابول اشتباكات عنيفة بين الجيش الأفغاني وعناصر حركة طالبان. جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من إعلان الجيش الأفغاني استعادة سيطرته على مدينة فرح كبرى مدن ولاية فرح غرب
من سيطرة حركة طالبان، وذلك بعد معارك ضارية مع عناصر الحركة. وأكد مصدر من الجيش الأفغاني أن عناصر الحركة انسحبت من المدينة بعد وصول تعزيزات لقوات، مضيفا أن المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحركة فضلا عن خسائر مادية كبيرة. ومنذ إعلانها ما يسمى بهجمات الربيع السنوية الشهر الماضي، سيطرت حركة طالبان أو هددت مدنا بمراكز رئيسية شمال شرق وشمال غرب البلاد وجنوب العاصمة كابول. يقام حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في قلعة ويندسور مقر العائلة البريطانية المالكة في 19 من مايو الجاري. تقام مراسم الزواج في كنيسة سان جورج بالقلعة الملكية، حيث يقضي الأمير هاري ليلته الأخيرة كرجل نعزب في أحد الفنادق بصحبة شقيقه الأكبر الأمير ويليام. تتجه الأنظار نحو قلعة وينسور، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لحفل الزفاف الملكي المنتظر. عناية فائقة توليها العائلة المالكة للحفل، بداية من الدعوات التي طبعت بماء الذهب، مرورا بفستان الزفاف الذي لم يتم الكشف عن تصميمه حتى الآن، وانتهاء بشكل العربة التي ستقل العروسين مسافة ميلين خلال جولتهما في أنحاء المدينة بعد انتهاء مراسم الزفاف. وسيتمكن ما يقرب من 2600 مواطن من مشاهدة الجولة الملكية، وسيحضر الحفل 600 مدعو لم تعلن هويتهم بعد. أما عن هدايا الزفاف، فقد طلب العروسان من ضيوفهما تقديم الهدايا والأموال للجمعيات الأهلية، إلا أن معضلة أساسية تقابل العروسين، فقد أكد والد العروس عدم تمكنه من حضور الحفل ومرافقة ابنتي على الممشى في مراسم زفافها. ولم يتضح بعد ما هو السيناريو الآخر الذي تجهزه العائلة المالكة بديلا عن غياب الأب. فيما تجمع محب الأمير هاري الذي تزداد شعبيته يوما بعد يوم حول قلعة وينسور لإعلانهم عن دعمه بعد موقف والد العروس. تفاصيل أخرى تتكتم بشأنها العائلة المالكة، إلا أن ما تخفيه البيانات الرسمية تكشفه العيون. فنحن بصدد زواج أسطوري، ليس فقط لأن الأمير الذي فقد شعبيته جدته الملكة إليزابيث سيتزوج من الممثلة الأمريكية المحبوبة في بريطانيا، لكن لأن قصة حب من طراز فريد ستكلل بالزواج. ففي متن الحكاية تظهر تفاصيل المشاعر الفياضة التي تبدو كلما ظهر سويا. فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن قصة حبهما، تمكن الثنائي من تقديم أنفسهما كقصة حب لا تنقصها الرومانسية، ولم يغب عنها وقار المكانة الاجتماعية للثنائي الأشهر ليس فقط في بريطانيا بل في العالم بأسره. شادي الكرام، بهذا التقرير تنتهي أو ينتهي حصاد الليلة. نعم، إلى أهم عناوينه. السيسي يؤكد رفضه لنقل السفارة الأمريكية للقدس، ويكشف عن مساعي مصرية لتأمين اتصالات بين الفلسطينيين وإسرائيل لوقف نزيف الدم. واشنطن والرياض والمنامة تدرج قيادات حزب الله على قوام الإرهاب. الأمم المتحدة تدرس خيارات لتجديد العملية السياسية الخاصة بسوريا في جنيف وتحذر من التصعيد. نهاية الحصاد، كل عام أنتم بخير. نعم، ولكني ألقاكم بعد دقائق على رأس الساعة. كل عام وأنتم بخير.